بالنسبة للرسالة، أنا بلاقيها يمكن كانت ضرورية بهذا الوقت، لأنه أنا برأيي مسار التفاوض أو العلاقة مع الصندوق يلي بلشت فيه هذا الحكومة هو كان بينقص أنه من حيث احتوائيته الانكلوسيفنس تبعيته، بمعنى أنه هو الحكومة لم تقوم ب اذا بدي اقول بفتح الابواب و طلب الاقتراحات وال هلا يمكن في عامل الوقت يلي كان هو عامل اساسي بالاسراع بكل هالعمليه اللي وصلنا لها، يعني عم نحكي من 4 اشهر لهلا. ولكن هالرسائل تقدم فيها كميل وكثير اشخاص، ولو انا كنت بفضل انه تروح اول شيء للحكومه، يعني لانه هن المعنيين اولا واخرا. وهلا برجع لهيدا السبب، لانه اذا نطلع بسياسات الصندوق، ولو هن منفتحين لرسائل تجي من مجتمع مدني ومن يعني ناس فاعلين بالمجتمع لحتى يوعوا الصندوق لخصائص هيدا البلد يلي الصندوق عم يتفاوض معه، ولكن كمان سياسات الصندوق هي بتقول انه على الحكومه اولا واخرا هي ان تتقدم بمشروع يكون استوفى شروط الاحتوائيه والشموليه يعني الحوار وغيرها. وبالتالي يعني بمضمونها هي كتير مهمة، وحتى بتكلفتها كتير مهمة، وأنا بحيي كمان وكل الناس يلي مضوا عليها. بس أنا بحب أحكي أولاً إنه مسار التفاوض مع الصندوق، وهيدا الشيء اللي كنت حابة ركز عليه بمداخلتي. أنا بلاقي إنه حتى نحن نحقق أحسن شيء في ثلاث مراحل أساسية أنا بتطلع فيها لمسار العلاقة بين لبنان والصندوق. أول مرحلة هي مرحلة يلي بسميها أنا stage setting، يلي هي أكتر مرحلة داخلية داخل لبنان، واللي هي بأي عملية تفاوض على يعني الأضعف، إنه هو يكون عم يعمل يعني عم بيقوي موقعه التفاوضي عبر التركيز على القليلة على 4 أشياء. أنا برأيي أولاً بهاي أول مرحلة التحضير يلي هي setting the stage، أنا بقول في أول مرحلة هو نعمل التشخيص المضبوط، ومثل ما شفنا ومثل ما حكى كميل إنه نحن بعدنا يعني عم نعتمد بعدنا ما اعتمدنا وصفة واحدة لتشخيص المشاكل بلبنان. يعني كميل قال انه انا مع مجموعة شباب صديق جرار وغير ناس تانيين، في مثل ما شفنا هديك الجمعة زياد وحايك وغيره من الاشخاص يلي كتير منهم موجودين معنا اليوم، قدموا وراء تشخيص عن ليش وصلنا لهون، وهيدا شيء مش صرنا فترة طويلة عم نحكي فيه. بس اليوم في واقع انه بعدنا منا متفقين على التشخيص، وكتير مهم قبل ما نحنا نبلش يعني المرحلة إذا بدي أسميها كريتيك مع الصندوق، نكون نحن اتفقنا على التشخيص. لأنه اليوم الموجود هالتباين بين الحكومة من جهة ومصرف لبنان وجمعية المصارف من جهة تانية، هي مش بس أنه اختلاف على العلاجات، بس أنا برأيي على التشخيص، وبالتالي في ضرورة لتوحيد التشخيص، فهيدا سبب بقوي موقف التفاوض. تاني مرحلة، تاني عنصر بأول مرحلة setting the stage، هو مرحلة إنه هو ضروري إنه تكون الحكومة فاهمة هي مع مين من المعنيين بعملية التفاوض. يعني التفاوض مع صندوق النقد وقت قررت الحكومة تذهب لإله، هو منه عملية تفاوض ثنائية bilateral negotiation، يعني بين لبنان والصندوق فقط. علينا نحن يعني بهيدي المرحلة الابتدائية اللي بدي سميها، نكون وضحنا انه في ثلاث جروبات من الستيكهولدرز او من الفرقاء. الحكومة اللبنانية هي بدها تتعاطى معهم، مش بس عبر عملية تفاوض
ولكن تحضير وداخل وخارج الكواليس ومستقبلا عند تطبيق الإصلاحات. وأنا بشوف في ثلاثة يعني ثلاث عناصر لهالتفاوض فيها ثلاث فرقاء أساسيين. أولا هي المجتمع الدولي يلي هو الIMF جزء منه، بس كمان لازم يصير في تفاوض مع الدائنين الآخرين إن كانوا متعددي الأطراف مثل الورد بانك أو الإي بي آر دي أو الثنائيين، يعني مثل البلدان يلي ممكن هي تضيف على التمويل يلي بدنا نشحذه، لحتى لأنه نحن حاجتنا التمويلية بتتعدى القدرة للصندوق للتمويل تبع الصندوق اللي يعطينا إياها. فهو هي أول مجموعة. تاني مجموعة نحن حنتفاوض معها ولازم نفهم شو بدها، هي الدائنين الخاصين يلي هن حاملي السندات الأجانب أو بالداخل المصارف اللبنانية وغيرهم من الدائنين. والثالث هي الفرقاء بالمجتمع اللبناني، يعني من قطاع خاص للعاملين بالإدارة يلي بدها تتأثر أو خارج الإدارة بتتأثر أنه رواتبهم، المجتمع المدني. ففي نحن عنا عملية تفاوض نسميها مالتي برونج نيغوشيشن لحتقوم فيها الحكومة اللبنانية أو وفد المفاوض، ونحن بهالمرحلة الابتدائية أو التحضير لازم نكون نحن فهمانين شو هو موقف كل من هالدول الأفريقاء. وأنا مني أكيدة أنه نحن عملنا مثل هالشغل. وهون يمكن أنه يعني بقدر أنا من خبرتي بالتفاوض كجزء من الحكومة اللبنانية بأوائل بآخر التسعينات، وقت تفاوضنا يعني الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يلي هي كانت كتير أقل، يعني عمل كتير أكتر أسهل ومنه متشعب ومتشابك وخطير أو وجودي مثل اللي نحن هلأ عم نمرق فيه. وقمنا بعمل كتير كبير لأنه عملنا مش بس فوضنا مع الاتحاد الأوروبي يعني كمجموعة، بس كمان اشتغلنا على مستوى الثنائي بين البلدين. يعني في دبلوماسية كبيرة نكون لازم تكون هي مواكبة لعملية التفاوض لهي تقدر تمرق هالمسجز يلي بده يقدر الفريق التفاوض يعملها. فنحن لازم نفهم أنه عنا عدد من الأطراف ونكون فاهمين شو هي مواقفهم. يعني اليوم كلنا بنعرف أنه موقف فرنسا غير موقف أمريكا، موقف الدائنين الخاصين البوند هولدرز الأجانب مختلف عن موقف المصارف اللبنانية. فأنا بتمنى وبأمل أنه يكون فريق التفاوضي عمل هالمابينج لهالستيك هولدرز ولمواقفهم بهالمرحلة الابتدائية حتى قبل ما الدخول بالمفاوضات. ثالث عنصر كمان بهالمرحلة الابتدائية هو قصة أنه نفهم أنه الصندوق ما عنده بس طريقة واحدة، عنده سياسات متعددة، وهالسياسات بتصير بتتوائم مع حاجة البلد الخاصة مع وخصوصياته الكالتشرال والسوسايتال يعني وخاصة البوليتيكال. وبالتالي نحن كتير مهم نكون عم نفهم انه في عدة برامج للصندوق، ولو انا برأيي انه نحن رايحين باتجاه شيء بنسميه extended fund facility وين بتكون فيه هي برامج اصلاحات هيكلية اساسية بحاجة الى لبنان. لازم نكون عم نفكر نحن على التايمينج انه شو المستوى كم سنة نحن بدنا نعمل engagement مع الصندوق نظرا لحاجتنا التمويلية اللي هي كبيرة. وبالتالي نحن عم نفوت بعلاقة إذا قررنا نفوت فيها وقدرنا نفوت فيها هي طويلة الأمد، ونصيغ نرجع نبحث بالشروط. وآخر شيء بهالمرحلة الابتدائية، ولأنه نحن بلبنان فما فينا نغفل الشيء اللي بنسميه نحن strategic context. شو يعني strategic context؟ يعني نحن يعني الـ الأمور الاستراتيجية على المستوى العالمي والإقليمي والداخلي يلي هي عندها تأثير مباشر أو غير مباشر على المفاوضات. وهون سريعاً يعني كتير كلنا بنعرف أنه اليوم نحن على المستوى العالمي عم نمر بمرحلة يعني تباطؤ اقتصادي كتير كبير،
رح تأثر على كل التدفقات المالية، مش بس الخاصة بس كمان يلي رح تجي من الدول المانحة والمؤسسات الدولية. يعني هيدي إلها سلبية وإيجابية. إيجابية إنه نحن هلأ بوضع المجتمع الدولي حاطت أولوية محاربة الكوفيد، يعني كل ما نحن سرعنا يعني نخلص مفاوضاتنا ونستفيد من هالواقع العالمي كل ما بنكون نحن هيدي لصالحنا. بس كمان في أمور استراتيجية على صعيد الجيوسياسي والجيواقتصادي يعني بشكل عام رح تأثر علينا مباشرة، إن كان من أنه علاقة الولايات المتحدة مع الصين ودورة بالمنطقة، شو رح يصير ب الانتخابات الرئاسة الأمريكية وكيف ممكن تأثر على منطقة الشرق الأوسط. هيدي أمور جلوبال حتأثر علينا بالمنطقة. نحن بنعرف أنه في تباطؤ كتير كبير بالمنطقة العربية بشكل كبير، حيأثر على تدفقات الريميتنسز اللي بتجينا من الخليج، خاصة تدفقات يعني سائح السواح والمساعدات. هيدي أمور حتأثر على قديش نحن حنقدر نحصل أموال وقديش نحن يعني رح نقدر نحسن من وضعيتنا الماكرو اقتصادية، لأنه نحن بعدنا بحاجة عم نتأثر بالعالم الخارجي. كمان في تغيير بخريطة السياسات الخارجية تبعية الدول العربية ووين لبنان بأولويات هذه الدول، وهيدا حكما رح يأثر على قراراتهم بإعطاء التمويل أو بغيرها. وبعدين في العوامل الاستراتيجية محلية، يعني من حيث ميزان القوى داخل يعني اللاندسكيب السياسية اللبنانية، الأوفر دومينانس تبع حزب الله، المستوى الكبير من يعني الاستحكام بمقدرات الدولة يلي أنا برأيي الـ IMF بعد ما واجهه بأي بلد آخر عم يتفاوض معه، وإصرار القوى السياسية على يعني تمتين مواقفها وموازين القوى داخل المجتمع اللبناني. كمان نحن ما بدنا ننسى انه عمليه هالتفاوض او الانجيجمنت مع الصندوق رح يجي بمرحله، نحن عم نفوت بمرحله انتخابات نيابيه ورئاسيه، انا برايي رح يكون لها تاثير اساسي على الخيارات تبع الطبقه السياسيه الموجوده اليوم، ان بالدخول باتفاق مع الصندوق او الانتظار وعدم يعني الدخول فيه تحت املاءات الصندوق والاستمرار بتدهور الحاله، ومثل ما عم نشوف يلي هي كمان عم بتؤدي لاعاده رسم القوى السياسيه على عبر الكونسوليديشن تبعهم.